وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور حسن بخماس، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. أهلا بك في نشرة الأخبار. بداية نتحدث عما وصلت إليه اليوم قوة دفاع البحرين من تطور في المنظومة الدفاعية، وطبعا عن دورها في تأدية الواجبات في نصرة القضايا العادلة وفي العمل الإنساني والإغاثي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أحب أن أرفع أسماء التهاني والتبريكات إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الذكرى 56 لتأسيس قوة دفاع البحرين. طبعا بلا شك هذه المناسبة التي يعني طبعا نود في الحقيقة أن نؤكد على الدور الهام لقوة دفاع البحرين في مساندة الأشقاء والأصدقاء في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، ودورها الكبير في حفظ السلم الدولي ضمن ما وصلت إليه من مستوى متقدم في مجال تطوير وحداتها وأسلحتها وتهيئة الظروف وتوفير كافة الإمكانيات العسكرية وأيضا الإدارية. نعم. التزود بأحدث الأنظمة المقاتلة والأسلحة والمعدات والتطوير الإداري والتقني لزيادة الكفاءة القتالية والارتقاء بها في ظل ما تحظى به من رعاية ملك البلاد، وطبعا متابعة من حديث من القائد العام لقوة دفاع البحرين. وبلا شك أن قوة دفاع البحرين الحصن الحصين لأمن البحرين واستقراره والحفاظ على مكتسباته الوطنية. طبعا أصبحت اليوم قوة كبيرة مؤهلة ومدربة للنذوذ عن حياد الوطن وحماية منجزاته، والتي تعد مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن بحريني ينعم بالأمن والأمان. طبعا ذكرى التأسيس هو يوم فخر واعتزاز بما تحققت منه إنجازات حضارية وفقا لرؤية جلالة الملك المعظم منذ مرحلة التأسيس، وحتى يومنا هذا يعني بإيجاد قوة تتميز بمستوى عالي من الجاهزية والاستعداد والتجديد للعهد والولاء لجلالة الملك المعظم من رجال قوة دفاع البحرين وجميع منتسبيه ليبذلوا المزيد من العطاء والتضحية. نعم. إذن سعادة الدكتور حسن بخماس، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.